أنا اسمي عبد الرحمن حجازي. إلي بطريقة جديدة خلقت هون. عمري أنا يعني حوالي 70. خلقت هون وهذا المحل اللي أنا قاعد فيه إلي 50 سنة. والله كانت منطقة كثير حلوة بالزمان وعشنا فيها أيام منيحة. عشت الحرب الأهلية عانينا كثير. عانينا كثير من اجتماعيا وطبيا. بس هلا الفترة هيدي اللي هذا ما شفناها انه عم نتمنى الحرب على هذه الايام اللي والله اسوأ ايام عمري انا هي هدول من لما بلشت الثورة والكورونا ولا هلا. اللي بيلتزم برب العالمين ما بيغلط. وثالثا ما يلحقوا الارهابيين هدول وهلا الزعامات اللي بتوديهم على المهالك. شوفوا الزعيم الادمي المنيح يلحقوه بس.